مدوش ياخد هوا المرتبان، بده يكون مكبوس منيح. هيدي نحن الطريقة بنعتمدها بدون مي بدون شي، بس على الهواء على الضغط. ضروري كتير جدا نكبسهم منيح، ما نخلي فراغ ابدا بالهواء. بمعلقة خشب فينا او بهيدا ال شو مستخدمة انت؟ سخ الشكة ابو خشب هي. ده بساعدها انه تكبسهم منيح منيح. فيش فوت ايدي كل شوي عم تبان. خليه من اول يوم لتاني يوم بس تحوشوه، بصير المرتبان يسع اكثر وبيلبدوا منيح. يعني بس نحوشهم نصفطهم نحطهم على صينية مغطين بالشقفة بقماشة مش هيك؟ نتركهم لتاني يوم، نتركهم لتاني يوم، تاني يوم بيدبلوا نرجع نبلش نكبس فيهم. هلا المرتبان بس يصير هالقد بنصير نطوي الورقات هي هيك. بننقي ورقة العاصية بنحطها على الوجه تتحمل أكتر من الطرية. قد ما فيكم ضغطوا ضغطوا منيح فيهم عشان ما يبقى ولا هوا. مع بعضهم نطويهم ونحطهم عندك تضغطن منيح. كل ما نضغط احلى. هلا خلصتها كبسة، شايف كيف معش معش ينكبس معناه؟ معش في مجال يتنفس. هلا الغطا بنعمله هيك بالاول بالقالب وبنرجع بنسويه بالجد. يفضل يكون الغطا جديد، غطا جديد. وفي اذا بيلزقوا كمان تلزيق عليهم احلى. هم بده يتنفس المرتبين بالمرة. يا وهيك خلصنا داد. وهذا بنشي شعر كبسني هاي لونه بصير هيك، هيك بصير جاهز، بضل لونه بضاين سنتين عادي. وهول بنعملن للسفر بالقنينة عشان حملتن خفيفة وبيطولوا عنده هيك للسفر. في بس بعدين بقصوا القنينة وبيقيموه عشان ما يعرفوا كيف بدهم يقيموا القنينة، يقيمون القنينة. هيك جاهزين معانا صاروا. ما علينا، كيف فوتيهم بقلب القنينه؟ لا كيف فوتيهم، بنعملن هيك بنطويهم وبنفوتن هيك بقلبي وهذا بنزلن لتحت.